السلام عليكم ورحمة الله حابين نحكي عن العادات السيئة عند الأطفال خصوصا بالفم والأسنان من أكثر العادات السيئة اللي بتجي لعنا على العيادة للأطفال هي عادة مص الأصبع فالطفل من هو وصغير بيروح بعادة مص الأصبع وخاصة الإبهام سواء في الليل أو بالنهار طبعا لعادة مص الأصبع مشاكل كتير من أهمها هي عدم انطباق الأسنان على بعضها بشكل صحيح وبتأدي إلى نتوء بالفكين بالإضافة إلى شيء بنسميه العضة المفتوحة بحيث طفل وقت بسكر أسنانه الفكين على بعض أسنانه بالفكين على بعضها ما بتنغلق بشكل كامل وبعض الأحيان ممكن تأدي إلى مشاكل بالنطق وتلعثم بالكلام طبعا من اجل حمايه طفلنا من هي العاده بنحاول اول شيء نذهب باتجاه التنبيه من بحيث الاهل بتنبه الطفل آه الى مدار هي العاده وشو ممكن تعمله له مشاكل بالمستقبل، اما اذا كان الطفل بعمر اصغر وغير قادر على الفهم او الاستيعاب من الممكن آه نوضع ماده موجوده طبعا بالاسواق، ماده مره توضع على اظافر الطفل بحيث عندما يحاول الطفل وضع إصبعه في فمه بتأدي إلى ظهور مادة شديدة المرارة وعدم وضع إصبعه في فمه مرة ثانية. ولكن في بعض الأحيان لا تنفع هذه المادة. فنلجأ إلى تفصيل جهاز خاص للطفل. طبعاً عند طبيب الأسنان الأطفال بحيث نقوم بأخذ طبعة الفك العلوي ونقوم بتفصيل جهاز يوضع على الدرسين الخلفيين للطفل بالإضافة إلى نتوءات في هذا الجهاز تمنع الطفل من وضع إصبعه في فمه مرة ثانية ومن العادات السيئة أيضا اللي بيقوم بها الأطفال أو هي عادة ممكن نقول الأهل بتساعد فيها للطفل هي اللهاية اللهاية ممكن ايضا تعملنا مشاكل بنتوء الفكين ممكن تعملنا مشاكل في نمون ممكن تعملنا ايضا مشاكل في تراكب الاسنان طبعا طبعا من اجل الحماية من هاي العادة يفضل انه بالاساس ما نستخدم اللهاية بشكل عام ومن العادات ايضا لدى الاطفال هي عادة قضم الاظافر بعض الاطفال بيلجأوا الى قضم اظافرهم وممكن بعض الاحيان اللي احنا ممكن نقول اكل الاظافر العاده من ابرز مشاكلها هي بتؤدي الى تكسر جزيئات بطبقات المينا والى عمل فروقات بالاسنان طبعا ابرز طرق لحمايه الطفل من هي العاده هي الماده المره نفسها يلي بنستخدمها بعاده مص الاصبع طبعا بالاضافه الى تنبيه الطفل ومن أكثر الحالات أو العادات السيئة يلي عم تجي لعنا على العيادة أو بشكل عام على أطباء أسنان الأطفال هي عادة الصرير الليلي أو من الممكن يكون في صرير أو الكز على الأسنان اللي احنا بنقول ممكن يكون نهاري طبعا هاي العادة إلى مضار أيضا مضارها كثيرة وأبرزها هي انسحال سطوح الأسنان يعني فينا نقول دوبان الأسنان من الأعلى بالإضافة ممكن تعملنا مشاكل بالمفصل الفكي الصدغي ومع استمرار هاي العادة ممكن تؤدي إلى وجع بالمفصل وأيضا ممكن تؤدي إلى وجع بالرأس طبعا أسبابها ممكن تكون نفسية فمثلا لاحظنا لحنا كثير من الحالات عند البنات بتكون بسبب الغيرة أما ممكن نشوفها عند الأولاد الأطفال هي بسبب الألعاب يعني كثرة الفيديو جيمز الألعاب بصير الطفل لا اراديا بكز على اسنانه وهو غير مدرك او واعي لهذا الشيء طبعا اذا كانت هي العاده تحدث داخل النهار فقط نطلب من الاهل انه طوال الوقت ينبهوا الطفل وقت بدكز على اسنانه اما اذا كان الصرير ليلي فمنلجا الى وضع جهاز من السيليكون او البلاستيك الطري داخل فم الطفل اثناء النوم وهو عباره عن جهاز رقيق بحيث وقت بينام الطفل وبيصر على اسنانه وبيكز على اسنانه بيؤدي هذا الشيء الى عدم انطباق الاسنان على بعضها وبالتالي بدل ما يكز على الاسنان من الممكن يكز على هذا الجهاز البلاستيكي او المصنوع من السيليكون طبعا هي معظم العادات السيئه يلي نحن بنواجهها بالعياده طبعا في غيرها كثير ولكن حابين نحكي عن اكثر شيء نواجهه نحن بشكل عام بعيادتنا ونشكركم والسلام عليكم